أرحب بكم مشاهدينا بوضوح. أحياناً البعد السياسي العراقي يجبرنا نقول غاب الصدر والتيار وتصدرت قرارات الإطار. طبعاً التغيير بالكلام جائز كون حلقة اليوم تطلب التلاعب بالقرارات والتحليلات أيضاً في ضوء غياب تام للصدر واكتفاءه بالإشارات والصور اللي بيها يرسل فحوى ما يدركه غير الراسخين بالحنانة، وطبعاً الظهور الإعلامي للسيد يقتنص الوقت المناسب لنشره، لكن الرجل وإلى الآن يبدو معزولاً في الوقت الحالي بعد أن شجعت خطوة التراجع عن السياسة الرسمية خصوم المدعومين من إيران على المضي قدماً في خططهم، وبدت قوى الإطار تسيطر بالفعل على عشرات الفصائل المدججة بالسلاح، بس هذا الأمر قد يكون فرصة لتوسيع نفوذها على حساب الحكومة العراقية بشكل أكبر في ظل غياب الصدر وتيار الوطن الشيعي، لأنه قرار الصدر واستمراره بالغياب ممكن أن يدفع بالفعل إلى إبعاد بعض الأتباع الذين ساعدوا في دفعه إلى مركز السياسة العراقية. وهذا الكلام تأكد دراسة تحليلية بريطانية تقول بأنه بعض الأتباع اللي يدعمون السيد مقتدى الصدر بدأوا في الشكوى من أنه الانسحاب من السياسة والبرلمان راح يفتح الطريق أكثر أمام الأحزاب للسيطرة على الدولة. وطبعا هاي المخاوف بدأت تتحقق عندما اتفق الإطار على تطويق السيد مقتدى الصدر من خلال تشكيل حكومة أقصوا بها كل واحد يقول أنا صدري، وهاي الحسبة ممكن نشوف الصدر يعود للساحات إذا استمر الإطار باستفزازه دون وجه أي حق أو مراعاته لحرمة الغياب السياسي.